هلو هلو هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ بقالنا كتير ما عملناش مشروع موزايك، فهنعمل النهارده مشروع موزايك سهل قوي. بورتوفيه برضو او كلاتش او مقلمه او حاجه صغننه كده او شنطه كروس زي ما تحبوا. يعني هستخدم خيط ليز ديفا بلس، ليز ديفا بس فتلتها يعني سميكه شويه، ومعايا عندي خيط قطن كده مصري كان اسمه ليلي. اي خيط بقى لو عندكم اللونين، انا ما كانش عندي لونين بصراحة من الديفا بلس، فالاتنين فتلتهم مناسبة مع بعض قوي، يعني نفس سمك الخيط، فايه هنقدر نشتغل يعني بده مع ده. الاتنين شايفين نفس سمك الخيط مع بعض ازاي اهو، وانا كنت عايزة اشتغل باللونين دول مع بعض. اوكي، فهنبتدي يلا مع بعض. الرسمة بتاعتنا النهاردة انا مش هبتدي الرسمة على طول، هنعمل تمهيد الاول الرسمة وبعد كده نبتدي نشتغل الرسمة بتاعتنا. فالرسمة بتاعتي من مضاعفات العدد 8، فانا هبتدي هعمل الاول الاساس، هعمل 88 سلسلة. تمام، عملت عقدة البداية وهعمل 88 سلسلة، 1 2 3، هعد 88 عشان ما اتلخبطش وارجع لكم تاني. انا خلصت هنا 88 سلسلة. بصوا، هيبقى اللي عايز يكبر طبعا المقاس يكبر زي ما هو عايز. تمام، انا هعدل الغرز بتاعتي كده، هعدلها. اوكي، هفرد السلسلة بتاعتي وهاجي في اول غرزة وهعمل منزلقة. تمام، وهرتفع سلسلة وهدخل تاني في نفس الغرزة، في نفس الغرزة لان احنا كل غرزة بالعدد، واعمل غرزة حشو واحط فيها ماركر. فاول غرزة معايا اهي غرزة حشو، واحط فيها ماركر وابتدي اشتغل في كل غرزة سلسلة غرزة حشو من 88 اللي عندي اهو. شايفين؟ في كل غرزة سلسلة غرزة حشو، مفيش اي حاجة لغاية دلوقتي. هخلص ده وارجع لكم برضو تاني علشان ايه ما اطولش عليكم وقت الفيديو، وكمان اشوف الخيط الاسود. تمام، اهو زي ما انتوا شايفين في كل غرزة سلسلة غرزة حشو. انا هنا خلصت 88 غرزة حشو زي ما انتوا شايفين اهي. تمام، هروح بقى عند اول غرزة انا اشتغلتها اللي انا حطيت فيها الماركر، هشيل الماركر بتاعي اهو. وهدخل في نفس الغرزة دي واعمل منزلقة ارتفع سلسلة وادخل تاني في نفس المكان هعمل غرزة حشو. تاني انا هروح لغاية غرزة الحشو اللي انا اشتغلتها في الاول خالص اهو، وادخل في الغرزة اعمل منزلقة. تمام، وارتفع سلسلة وادخل تاني في نفس المكان اعمل غرزة حشو، وارجع احط تاني الماركر بتاعي وابتدي اشتغل تاني في كل الغرز بتاعتي غرزة حشو. انا هشتغل هكرر دي كمان مرة، يعني انا هشتغل السطر ده وهشتغل كمان سطر باللون الاسود غرزة حشو برضو. تمام، يعني هنا عندي 1 2، هشتغل كمان سوري 2 سطرين، يبقى عندي 4 سطور غرزة بغرزة الحشو بنفس الطريقة بقى. تمام، فانا هشتغل 4 سطور غرزة حشو عادية خالص ما فيهاش اي حاجة، لسه جزء الموزايك بتاعنا ما جاش، فعشان ما اطولش برضو عليكم الفيديو انا قلت لكم اهو انا هشتغل 4 سطور غرزة حشو. اهم حاجة بس ان احنا نعلم اول غرزة، اول غرزة نعلمها وندخل فيها الغرزة دي من ضمن ال 88 درجة غرزة بتوعنا. تمام، يعني نرجع ندخل في الغرزة كمان مرة. اوكي، فهخلص انا ال4 سطور دول وارجع اوريكم عشان نبتدي ندخل اللون التاني.
انا هنا خلصت 4 سطور زي ما قلت لكم. تمام، هنعدهم كده مع بعض اهم، 1 2 3 4 4 سطور. السطر الخامس هدخل اللون التاني، يعني انا لسه ما قفلتش السطر، زي ما انتوا شايفين انا معلمه كل بدايه كل سطر زي ما انتوا شايفين اهو. هدخل بقى في الغرزه الاولانيه دي، تمام، اللي فيها الماركر، هشيل بقى الماركر بتاعي، هدخل في الغرزه دي هرجع الخيط الاسود لورا وابتدي اسحب اللون التاني اهو، هعمل باللون التاني منزلق وارتفع سلسلة وادخل في نفس المكان في الحلقة الخلفية بس، واعمل غرزة حشو. من دلوقتي هنبتدي نشتغل في الحلقة الخلفية بس، الخيط الاسود انا مرجعه ورا مش هشتغل عليه. السطر ده هشتغله كله حشو عادي خالص في الحلقة الخلفية في الباك لوب بس، غرزة حشو عادية مش محتاجين بقى نحط ماركر لان احنا شايفين اول غرزة حشو اهو. بصوا انا عندي هنا اهو حلقتين على الابرة، هو اللون عشان اسود مش باين. انا هدخل في الحلقة اللي ورا بس، هاخد بس الطرف ده اشتغل عليه واعمل غرزة حشو. وبصوا اهو بفتح الغرزتين ازاي وادخل اعمل حشو في الحلقة الخلفية اهو، زي ما انتوا شايفين حشو في الحلقة الخلفية في السطر كله، سهل خالص مفيهاش اي حاجة اهي. بصوا اهو، اهم حاجة الخيط الاسود انا سايباه فين، انا مخدتوش معايا، انا سايباه ورا مش هاخده معايا، هشتغل هكمل لحد ما اوصل لحد هنا، كله حشو في الباك لوب بس مفيهاش اي حاجة. طيب انا هنا وصلت لاخر غرزة في السطر، هبتدي ارجع اللون الاوف وايت ده لورا واخد اللون الاسود، وهدخل في اول غرزة واخد اللون الاسود في ايدي واعمل بيه منزلقة وامسك اللون البيج كده اشده. تمام اهي، قفلنا الايه الغرزتين على بعض، وهرتفع سلسلة وهدخل في الحلقة الخلفية اعمل غرزة حشو، وهكرر تاني غرزة حشو في كل السطور في كل السطر. انا هكرر المسألة دي 3 مرات لحد ما يبقى معايا، هنشد بس ده كده، 3 سطور بيج، يبقى مرة بيج مرة اسود مرة بيج مرة اسود مرة بيج لحد ما يبقى معايا 3 سطور بيج وبعدين اسود، يعني يبقى اخر سطر معايا اسود. انا هخلص ال4 سطور دول عشان بس ما اطولش عليكم الفيديو، لان ما فيهاش حاجه، مجرد ان احنا هنيجي عند هنا نبدل اللون، السطر ده كان بيج ده اسود، اللي بعده بيج هيبقى اللي بعده اسود وهكذا 3 سطور لحد ما يبقى معايا، وكلهم في الحلقه الخلفيه زي ما انتم شايفين، لحد ما يبقى معايا 3 سطور بيج واسود، يعني يتكرروا 3 مرات، هكرر ده 3 مرات هخلصهم وارجع لكم تاني. انا هنا خلصت زي ما انتم شايفين اهو، 1 2 3 سطور بيج و3 سطور اسود، اخر سطر عندي هيبقى لونه اسود. تمام، هاجي عند اخر سطر هقفل السطر بتاعي اهو، هدخل في غرزه الحشو الاولانيه وارجع الخيط بتاعي لورا واسحب اللون البيج واعمل منزلقه، وهبتدي بقى شغل الموزايك بتاعي. اول سطر بيقول لي هعمل 2 حشو، هرتفع الاول سلسلة وهدخل في نفس الغرزة اهي في نفس المكان، اهي المفروض ان انا ادخل هنا، هدخل هنا في الحلقة الخلفية واعمل 1 2 حشو وبعدين عمود، هدخل هنزل اخد العمود تحت هنا وبعدين 5 حشو، هدخل اعمل 1 2
ثلاثة أربعة خمسة حشو، وبعدين عمود. هنزل اخد العمود من تحت من هنا، وبعدين تلاتة حشو، واحد اتنين تلاتة، وبكده يبقى التكرار بتاعي خلص. اتنين حشو عمود، خمسة حشو عمود، تلاتة حشو. هكرره تاني، هفضل اكرر لحد ما اوصل لنهاية السطر. تاني هكرره، اتنين حشو. انا بكرر من بداية السطر بتاعي، ماليش دعوة انا واقفة فين. السطر بتاعي ابتدى باتنين حشو، هبتدي تاني اتنين حشو. عمود هنزل اخده من تحت من هنا، خمسة حشو، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وبعدين عمود. هنزل اخد العمود زي ما انتوا شايفين، هنزل اخده من تحت، وبعدين هعمل برجع العمود بتاعي كده واشتغل الغرزة اللي بعدها، واحد اتنين تلاتة. هكرر بقى بنفس الطريقة لحد ما اوصل لحد نهاية السطر. تمام، هكرره تاني نفس التكرار، اتنين حشو، واحد اتنين، وبعدين عمود، وبعدين خمسة حشو عمود، اتنين تلاتة اربعة خمسة، وبعدين عمود، وبعدين تلاتة حشو، واحد اتنين تلاتة. وهكرر لغاية نهاية السطر بتاعي ما يخلص. انا هنا خلصت السطر زي ما انتوا شايفين، هيقفل معايا على تلات غرز حشو، واحد اتنين تلاتة. انا كده العدد بتاعي مظبوط، فتلاتة مع الاتنين اللي كانوا في البداية لما نضمهم على بعض كده هيديني الخمسة. تمام كده، يبقى انا كده شغلي مظبوط. هدخل جوه غرزة الحشو الاولانية خالص، وارجع الخيط الاوف وايت لورا، واسحب الخيط الاسود، واسحب الخيط الاسود كده مع بعض، واشد البيج عشان يقفل الغرزة، وهرتفع سلسلة وابتدي السطر التاني. السطر التاني بيقول لي تلاتة حشو عمود، تلاتة حشو عمود لحد نهاية السطر. هدخل في نفس غرزة الحشو، بوسع لنفسي كده اهو، وهدخل في نفس غرزة الحشو الاولانية اهو في الحلقة الخلفية بتاعتها، واحد اتنين تلاتة، وبعدين عمود. هنزل اخده من تحت كده وما شدش قوي، وبعدين هدخل تاني في الباك لوب، سوري، واحد اتنين تلاتة، وبعدين عمود، وبعدين واحد اتنين تلاتة، وبعد كده عمود. تمام، لحد بقى نهاية السطر. تلاتة عمود، تلاتة عمود، تلاتة حشو عمود، تلاتة حشو عمود، تلاتة حشو عمود. وصل لحد هنا اهو، هيديني تلاتة، واحد اتنين تلاتة عمود. تمام اهو، كمان مرة، واحد اتنين تلاتة عمود.
هخلص السطر وارجع لكم تاني. انا هنا خلصت السطر عمود 3 حشو. السطر ده هدخل هنا اهو في غرزة الحشو الاولانية واسحب واعمل منزلق واشد الخيط كده. اول غرزة بيقول لي اعمل عمود. بصوا الغرزة دي فين؟ الغرزة دي اهي. انا عايزة بس يعني الغرزة دي مستخبية هنا اهي. بصوا هتيجي هنا في النص كده اللي هي دي، عشان دي غرزة بداية السطر. فاول غرزة عندي عمود، ما روحش في البعد كده ماشي. هدخل في اول، هوسع لها كده شوية كمان، احاول ارفعها بالايه، بالابره كده او بقلم اهي. بصوا في الغرزه دي اهو، هدخل فيها هنا واعمل اول عمود تمام اهو في الغرزه دي. فيبقى هنا قبلها 3 وفي بعدها هنا 2، فالغرزه دي هتبقى عمود. وبعدين هعمل 3 حشو، 1 2 3، وبعدين عمود، وبعدين حشو اهو، وبعدين عمود. وبعدين 3 حشو، 1 2 3 حشو، وبعدين عمود. واخر غرزة في السطر في التكرار حشو. بصوا اهي ابتدت الرسمة بتاعتي تبان. يبقى عمود، وناخد بالنا من اول غرزة دي اللي تبقى صعبة شوية. عمود 3 حشو، عمود حشو، عمود 3 حشو، عمود. وهرجع هنكتب بقى التكرار ده عشان ما نتلخبطش فيه. هتبقى الرسمه بتاعتنا دي بدايتها، رسمه جميله جدا وسهله جدا. هرجع اكرر معاكم تاني، عمود اهو بيقول لي اعمل عمود، كمان مره عمود. هرجع بقى للتكرار من هنا، 3 حشو اهو، 1 2 3، ادي عمود 3 حشو، عمود حشو عمود، ادي عمود حشو عمود، عمود 3 حشو عمود. بصوا احنا بنعرف من الايه، من الرسمه خلاص، مش محتاجه ان انا ارجع للبطرون. 3 حشو عمود، فبقت الوحده الثانيه معايا اهي. هكرر دي برضو لحد ما اوصل لنهاية السطر بتاعي تمام. هخلصها برضو وارجع لكم تاني. طيب انا هنا خلصت السطر ده زي ما انتوا شايفين اهو، قفل على عمود حشو. هنبتدي بقى السطر اللي بعد كده. احنا السطر ده كان بادئ بالعمود، هدخل هنا في راس العمود وابدل اللون، اللون الاسود، وامسك الخيط الاوف وايت كده اسحبه واعمل السلسله بتاعتي بتاعت الارتفاع. السطر اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ السطر بعد كده رقم 4. السطر ده بيقول لي اعمل اول حاجه حشو، فهدخل في راس العمود في الحلقه الخلفيه واعمل غرزه حشو، حشو، وبعدين عمود. هدخل هنا جنب العمود ده اعمل عمود حشو عمود، وبعدين 3 حشو، 1 2 3، وبعدين عمود، وبعدين 3 حشو، 1 2
ثلاثة وبعدين عمود وبعدين اتنين حشو، واحد اتنين كده. التكرار بتاعي خلص تمام. فالتكرار بتاعي بدأ بقى حشو عمود، تلاتة حشو عمود، تلاتة حشو عمود، اتنين حشو. هعيده تاني، بيقول لي تاني حشو، بس انتوا هتعرفوا من شكل الرسمة بقى، حشو عمود تلاتة حشو، واحد اتنين تلاتة، وبعدين عمود هنزل اخده من هنا اهو، وبعدين تلاتة حشو، واحد اتنين تلاتة حشو عمود اهي. يبقى عندنا كل وحدة هنا فيها واحد اتنين تلاتة، تلاتة عمود، وما بين كل واحدة والتانية تلاتة حشو. يبقى هنوصل هنا تاني تلاتة حشو، واحد اهو، وهكرر لحد نهاية السطر تمام. الرسمة مفيش اسهل من كده يعني. انا هنا خلصت اخر السطر، والمفروض ان انا عندي هنا اخر عمود، حتى هنزل اخده من هنا تمام. فهيبقى ده شكل الايه الرسمة. هدخل بقى في غرزة الحشو الاولانية واعمل ارجع الخيط بتاعي كده. خليكم فاكرين احنا ما بناخدش الخيط معانا، برجعه لورا. بصوا اهو انا على طول مرجعه لورا، واعمل منزلقة باللون الاوفايت، واشد ده قوي كده وارتفع سلسلة، واخد بالي ان انا هدخل في نفس المكان. السطر بعد كده بيقول لي اعمل اتنين حشو، هدخل هنا في نفس المكان. حاول اوسع لها بس اهي، بصوا اهي في الحلقة الخلفية هنا في اول غرز اهي، اتنين حشو، واحد اتنين، وبعدين عمود هدخل هنا اعمل عمود، وبعدين خمسة حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة، خمسة حشو عمود، تلاتة حشو، واحد اتنين تلاتة تمام. هيبقى كده هرجع اكرر تاني، اتنين حشو، واحد اتنين، وبعدين عمود، وبعدين خمسة حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وبعدين عمود تمام. هكمل بقى بنفس الطريقة لحد ما اوصل للاخر اوكي. انا هنا خلصت السطر ده، بصوا ابتدت الرسمة تبان جمالها ازاي. ابتدي ارجع الخيط بتاعي لورا، وابتدي اسحب الخيط التاني، وابتدي ادخل هنا واعمل منزلقة بالخيط ده، وابتدي اشد ده كده واخد سلسلة، واشوف السطر اللي بعده بيقول لي ايه. السطر اللي بعد كده بيقول لي لحظة بس، بيقول لي اعمل تلاتة حشو، ادي واحد اتنين تلاتة، وبعدين عمود، بعمل عمود هنا، وبعدين تلاتة حشو، اتنين
ثلاثة وبعدين عمود، والسطر كله بالشكل ده، ثلاثة حشو عمود، واحد اتنين ثلاثة عمود، تمام؟ فيبقى السطر بتاعي كله كده، ثلاثة حشو عمود، ثلاثة حشو عمود لحد نهاية السطر. هخلصه وارجع له. انا هنا خلصت السطر وسحبت الخيط للسطر اللي بعده، تمام؟ احنا عرفنا بقى خلاص بنبدل الالوان ازاي، بنبدل الخيط ازاي، وهعمل السلسلة بتاعتي. السطر الاخير بيقول لي ده مش الاخير، يعني احنا هنرجع تاني نعمل حاجة تانية. عمود هنزل تحت هنا، اخد عمود زي ما وريت لكم قبل كده، هي دي بتبقى صعبة شوية فبرفعها بسن اهي، بسن اي حاجة كده يعني، معنى هنا بسن القلم. وزي ما انتم شايفين دايما معايا قلم واجندة او كشكول او اي حاجة بكتب فيها عشان يبقى البطرونات بتاعتي مظبوطة. عمود، ثلاثة حشو، واحد اتنين ثلاثة عمود، وبعدين حشو، وبعدين عمود، تمام اهو، وبعدين ثلاثة حشو، وبعدين عمود، وبعدين اخر غرزة حشو. وهرجع اكرر تاني، خدوا بالكم ان الخيط انا راميه ورا اهو، ما خدتوش معايا، تمام؟ فهرجع اعيد تاني، عمود، ثلاثة حشو عمود، حشو عمود، ثلاثة حشو عمود حشو. هرجع اعيدهم تاني، عمود، ثلاثة حشو، واحد اتنين ثلاثة عمود حشو عمود، واحد اتنين ثلاثة حشو عمود، تمام كده. هخلص السطر ده وارجع اوريكم تاني هنكمل ازاي بقى. السطر اللي بعد كده هيبقى تكرار للسطر رقم أربعة، يعني حشو عمود، ثلاثة حشو، واحد اتنين ثلاثة، ثلاثة حشو عمود، ثلاثة حشو، واحد اتنين ثلاثة عمود، اتنين حشو. واكرر تاني نفس العملية، واحد اتنين، واكرر تاني حشو عمود، ثلاثة حشو عمود، ثلاثة حشو عمود، تمام؟ ادي حشو، اكررها تاني، واحد اتنين، ادي عمود، وبعدين ثلاثة حشو، واحد اتنين تلاتة عمود، تلاتة حشو عمود، اتنين حشو. وهخلص السطر على كده وارجع لكم تاني. السطر اللي بعد كده هيبقى تكرار للسطر الاخير اللي هو رقم سبعة. هبتدي باول غرزة، غرزة عمود، هدخل في راس العمود دي كده واعمل غرزة عمود، وبعدين ثلاثة حشو، واحد اتنين ثلاثة عمود حشو عمود. بصوا انا كأني بشتغل
مراية، يعني هنا كان النص، هقلب النص التاني بقى، يعني ايه هكرر ده كمان مرة فوق. تمام، حشو عمود، 3 حشو عمود، ادي 1 2 3. حاسة اني عملت حاجة غلط، المفروض ان دي اهي، اهو صح كده، 1 2 3، ودي تيجي فوق دي كده. تمام، اهو 3 حشو عمود حشو، وبعدين هكرر تاني اهو عمود اهي، بصوا اهي تكرار لنفس السطر ده تاني، عمود 3 حشو، 1 2 3 اهو، حشو عمود، ثلاثة حشو، 1 2 3 عمود. تمام اهي، هخلص بقى السطر ده وارجع لكم بقى نشوف هنعكس بقى الرسمة بتاعتنا تاني ازاي. اوكي، طيب السطر اللي بعد كده سهل جدا، السطر اللي بعد كده بيقول لي اعمل 3 حشو، 1 2 3 عمود، تاني 1 2 3 عمود لحد نهاية السطر، 3 1 2 3 عمود. تمام كده لحد اخر السطر، 3 حشو عمود، 3 حشو عمود، 3 حشو عمود لحد نهاية السطر. السطر اللي بعد كده انا قفلت برضو بداية السطر هنا اهو، بيقول لي هعمل 2 حشو، ادي 1 ادي 2 عمود، 5 حشو، 1 2 3 4 5 عمود، 3 حشو، 1 2 3. تمام اهي ابتدت الرسمة بتاعتي، يا دوبك فضل السطر ده هكرره هنا وخلاص، يعني هو السطر الاسود ده والسطر البيج، وتبقى الرسمة بتاعتنا كده والسطرين الاخر دول. ابتدت الرسم بتاعتي تبان ان انا يعني اهو كانت كده، وبعدين ابتديت المها كده. تمام، سهله جدا، هعيد تاني 2 حشو عمود، 5 حشو عمود، 3 حشو، هكررها معاكم تاني اهي، 2 حشو عمود، 5 2 3 4 5 عمود. تمام اهي، هكرر تاني ولحد نهاية السطر وارجع لكم تاني. السطر اللي بعد كده برضو سهل قوي، بيقول لي
هعمل حشو، هدخل في اول غرزة اهي اللي انا ببتدي بيها، حشو عمود، تلاتة حشو، واحد اتنين تلاتة، وهنزل اخد ده من هنا عمود اهو، حشو عمود، تلاتة حشو عمود، تلاتة حشو، واحد اتنين تلاتة عمود، اتنين حشو، تمام. وده التكرار بتاعي، هعيده تاني، حشو عمود، تلاتة حشو عمود، تلاتة حشو عمود، اتنين حشو، هكرره تاني اهو، حشو عمود، تلاتة حشو، واحد اتنين تلاتة عمود اهي، تلاتة حشو، واحد اتنين تلاتة عمود، اتنين حشو، وارجع اكرر تاني بنفس الطريقة. يبقى التكرار بتاعي حشو عمود، تلاتة حشو عمود، تلاتة حشو عمود، اتنين حشو، وارجع اكرر تاني من اول هنا. سهلة جدا جدا جدا، والرسمة ابتدت تبان خالص اهي، تمام، باينة كده خالص. اوكي، السطر اللي بعد كده، بصوا ما تبصوش للمنظر ده لانه طبيعي يعني يكون فيه يعني مشاكل في تبديل الخطوط الخيوط يعني. فالسطر بعد كده بيقول لي هعمل عمود، هنزل اخده من تحت من هنا اهو، دايما الحتة دي بتبقى معقربة شوية، معلش، عمود، تلاتة حشو، هدخل هنا في راس العمود واعمل اول غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة، وبعدين عمود. هنلاحظ ان السطر ده تكرار السطر رقم تلاتة، زي ما بقول لكم احنا بنرجع يعني باكورد، تمام. وبعدين حشو، وبعدين عمود، وبعدين واحد اتنين تلاتة حشو وعمود وحشو. هشرحه تاني، بدأت بعمود، واحد اتنين تلاتة حشو عمود حشو عمود، تلاتة حشو عمود حشو، تمام اهي، سهلة جدا. هبتدي اكرر تاني نفس التكرار بتاعي، عمود اهو، لو انا مش فاكرة هرجع ابص للرسم، عمود تلاتة حشو، هعمل تلاتة حشو، واحد اتنين تلاتة، وبعدين عمود، وبعدين حشو، وبعدين عمود اهي، تمام. بصوا بيكون معايا وحدة تانية، لو انا هكمل هيكمل معايا وحدة تانية وبيقفل معايا دي خلاص، يعني انا دي خلاص بتاعتي اهي اتقفلت اهي، بصوا بدأ باتنين من هنا ونهية باتنين هنا، دي خلصت معايا كده، تمام. هكمل بقى التكرار وارجع لكم تاني ونشوف بقى هنقفل ده ازاي. ممكن بقى نفضل نكمل بنرجع نكرر من السطر رقم اربعة، يعني لو انا هكمل برجع تاني للسطر رقم اربعة وبعدين
بعمل السطر رقم 3 2 1، يعني برجع تاني باكورد. تمام، احنا هنا ممكن نكتفي بالجزء ده، بس انا هكمل اخر سطرين دول اللي هم، بصوا الرسمة بتاعتي بادئة منين اهو، شايفين دي اهي اللي هي دي، فاضل ده اللي هو هنكرره هنا، وفاضل ده اللي هو هنكرره بعد كده، وبس كده. الرسمة سهلة جدا جدا جدا، والحلو فيها ان احنا بنشتغلها زي المراية. يعني السطر ده اللي هو رقم 2 3 حشو، ادي 1 2 3 عمود، اهو بصوا هيبقى موازي انه سطر اهو، بصوا اهو على خط 1 مع العمود ده، تمام اهو، ده مع ده، وبعدين 3 حشو، 1 2 3 حشو، وبعدين عمود، وبعدين 3 حشو، 1 2 3 حشو، وبعدين عمود، وهكذا لحد نهاية السطر. تمام اهي، بصوا قفل معايا الوحدة بتاعتي، فاضل بس السطر الاخير ده. تمام، وابقى كده خلصت الرسمة بتاعتي، جميلة جدا، واقدر اعملها بقى على شنطة كبيرة، على يعني كنار بلوزة، اي حاجة. الرسمة جميلة جدا. هنا هوصل للسطر الاخير، هو تكرار للسطر رقم 1، هدخل اعمل 1 2 حشو، عمود، خمسة حشو، 1 2 3 4 5 عمود، وبعدين 3 حشو، 1 2 3، وبس كده. وهرجع اكرر تاني، 2 حشو عمود، 5 حشو عمود، 3 حشو، ويبقى ده الرسمة بتاعتي. بصوا اهي كده الرسمة بتاعتي اكتملت. تمام، هخلص بقى بداية السطر ده، وانا هرجع اعيد الجزء ده تاني فوق. عايزين تكتفوا بالجزء ده كده اوكي، مش عايزين تكتفوا بيه، انا مش عارفة ليه الصورة عملت هزل كده، ف يعني عايزين تكتفي بالجزء ده بس اوكي. عايزين نكمل، هقول لكم نكمل ازاي. انا هنا خلصت الرسمة بتاعتي خالص، وبدلت اللون، هبتدي بقى اشتغل، هعمل سطر اسود حشو في الباك لوب. تمام، فانا هعمل سطر اسود، وبعدين ارجع اعمل بالعكس بقى، يعني انا هعمل هنا سطر اسود، سطر بيج، سطر اسود، سطر بيج، 4 اسود هعملهم فوق، بحيث يبقى تحت اسود، يبقى الجزء اللي تحت اسود والجزء اللي فوق اسود. وبعدين انا هخلص الجزء ده، اللي عايز يكتفي بيها كده كفاية قوي، جميلة جدا. اللي عايز يزود الرسمة هقول لكم تعملوا ازاي. انا هرجع اشتغل من السطر رقم 7، لو انا عايزة اكمل الرسمة هرجع اشتغل من السطر رقم 7 اللي كان بيقول لي عمود، يبقى هدخل اعمل هنا عمود، وبعدين 1 2 3 حشو، وهاجي هنا، وبعدين يعني هنعيد التكرار تاني. بصوا انتوا هتفهموها بالنظر،
يعني انتوا هتفهموا الرسمه بالنظر. تمام، يعني انا مكملاها فعلا بالنظر. البطرون اللي معايا كان فيه النص رسمه بس، يعني البطرون اللي عندي كان لغايه هنا بس، وانا كملتها لانها سهله، موضوع سهل. فانتوا عندكم هنا بدايه وحده بتتكون، بدايه وحده بتتكون، فانا هشوف بدايه الوحده هنا عايزه تكمل ازاي. اهي بصوا، يعني هنا في اهي بدات بدي وبعدين بدي اهي. هتعوز بقى ان انا اشتغل غرزه حشو العمود اللي قبلها، يبقى هيجي العمود هنا، هشوف انهي سطر العمود فيه كان بادئ هنا. هي نفس الرسمه بس بنكررها. فانا هشتغل زي ما قلت لكم سطر حشو اسود وسطر بيج، سطر حشو بيج وسطر، يعني واحد اسود واحد بيج. بعد ما هخلص هقلب الرسمه بتاعتي، تمام، وهبتدي خيط الجزء ده من تحت كده مع بعضه واقلبه، يبقى انا كده خلصت المحفظه بتاعتي. سهله جدا، يعني موضوع سهل جدا جدا جدا، وحقيقي من الخيط القطن فيها حلو قوي قوي قوي. بس ويا رب تكون عجبتكم الفكره، مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده لان الباقي سهل يعني. تمام، باي باي.